حضرتك ركبت قطر مفاجآت ليه؟ علشان نحتفل مع المصريين بإنجاز المشروع العظيم بتاع قناة السويس الجديدة. راكبة النهاردة قطر مفاجآت ليه؟ عشان رايحة اسكندرية صيف. طب هما قالوا إن في مفاجأة، تتوقعي المفاجأة إيه؟ مش متوقع كده خالص المفاجأة دي. راكبة عشان اسكندرية بس؟ راكب النهاردة قطر مفاجآت ليه؟ رايح عشان نحضر افتتاح قناة السويس ونقف جنب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحيي مصر وشعب مصر وفرحتنا الكبيرة بافتتاح قناة السويس، وإن شاء الله مستقبل باهر والأيام اللي جاية هتبقى أحسن بإذن الله. حضرتك راكبة قطر المفاجآت ليه؟ كنا بنشوف ايه هيعملوا ايه في المفاجآت، احنا ما كناش عارفين هيعملوا ايه، فجينا عشان نشوف. حضرتك تتوقعي ايه المفاجأة؟ والله قالوا هيطلعوا على قناة السويس، يعني احنا متوقعين ان هم كانوا طالعين على قناة السويس عشان نشارك في الاحتفال. تتوقع هتشوف مفاجآت ايه النهارده؟ متوقع ان شاء الله خير. والبلد زي ايه مثلا؟ البلد هتبقى احسن ناس والله. الشباب ده كله هيهيص. اللي اشتغل واللي هيتجوز كله هيهيص والله. الراجل ده على ايده خير كتير. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنحس بيه بقلبنا مش بأي حاجة تاني. تتوقع ان القطر رايح قناة السويس؟ ان شاء الله. انت راكب عشان تروح؟ عشان اروح عشان احضر الاحتفال. تتوقع ايه مفاجآت تاني؟ والله مفاجآت كتيرة، اولا ان القطر النهاردة بيعتبر ربع الثمن. حضرتك هتشاركي في الاحتفال ازاي النهاردة لو القطر ما طلعش قناة السويس؟ هنحتفل انا وابني في اي مكان، اهم حاجة تبقى مصر بتفرح واحنا بنفرح. بالنسبة لقناة السويس بقى تقولي ايه للعالم علي؟ اول مره اشوف قناه كده وعجباني جدا ونفسي اشارك فيها. طب حضرتك تتوقع المفاجاه ايه؟ والله احنا كنا متوقعين ان احنا هنروح الاسماعيليه لكن فوجئنا ان احنا رايحين اسكندريه. بس حضرتك ركبت القطر عشان الاحتفال؟ عشان الاحتفال. طب حضرتك ايه رايك بقى في قناه السويس الاحتفال النهارده؟ حضرتك على حاجه، انا يعني هواجه كلمه بس لسياده الرئيس، اقول له وعدت فاوفيت فصدقت، وفقكم الله وسدد خطاكم، ونتمنى مزيد من المشروعات علشان اللي احنا شفناه في خلال سنة إنجاز عمل اللي المصريين عملوه وسلموها سنة 1869. مليون واحد اشتغلوا فيها على مدار 10 سنين أو 13 سنة، مات منهم 120 ألف واحد، ده كان عدد كبير. الإنجاز اللي يتم في خلال سنة واحدة طبعا إعجاز، ما بنقولش ده إنجاز، بنقول إعجاز. ربنا يوفقه يا رب. يكفي ان هو خلاها باموال المصريين، عملها بايدي المصريين، مفيش اي حد جه من الخارج يشتغل معاه، ربنا يوفقه يا رب. واحنا نتمنى ان هو يشوف برضو لسه محدود الدخل، لسه عايزين شغل كتير ولسه عايزين مرحله كبيره، ربنا يوفقه يا رب واحنا كلنا معاه وكلنا وراه ان شاء الله.